السلام عليكم. اهلا. الحمد لله على السلامة يا عبد المعطي. الله يسلمك يا سعادة الباشا. عشان تعرف بس ان احنا ما بنتخلاش ابدا عن الرجالة بتوعنا. عارف يا باشا، عارف، ومش هرجع له تاني، واذا رجعت مش هرجع لوحدي، هنرجع صحبة جماعة مع بعض. خد بالك يا عبد المعطي، انا شامم كده ريحة تهديد في كلامك، وانا ما بحبش الطريقة دي. انا طول عمر الراجل بتاعك يا باشا، والواجهة الازاز اللي الكل بيحدفها بالطول، بس الواجهة دي لو وقعت هتعور الكل، والدم هيبقى للركب. اظن انت فاهمني يا باشا. فاهمك يا عبد المعطي. طلباتك؟ طلبات انت عارفها كويس، واتفقنا عليها قبل ما نبتدي اي شغل. اظن ان سعادتك لسه فاكر، ولا يكون عند سعادتك المرض البطال او اللي اسمه الزهايمر ده اللي بيقولوا عليه. فاكر يا عبد المعطي. خد دول. ايه دول؟ ده جواز سفر باسم تاني. خفاجة البسكالينة. وتذكرة سفر لأتينا. الطيارة هتطلع بعد 3 ساعات. ومبلغ صغير كده، حوالي 100,000 دولار. بس؟ بس. معلش يا عبد المعطي، اللي قدرت أدبره، بس أوعدك أسبوع وهيكون عندك 500,000 دولار. وأنا إيه اللي يضمن لي؟ كلمة شرف. ما أضمنكش. هو ده اللي عندي يا عبد المعطي. قلت إيه؟ مضطر أصدقك. شايف العربية اللي جاية وراك دي؟ حلو، شكلها حلو، جديد. فيها 2 من رجالتنا هيطلعوا معاك المطار وهيفضلوا معاك لغاية ما تسافر. اطمن؟ أنا مطمن يا باشا طول ما أنت معايا. صدق يا عبد المعطي إنك هتوحشني. كتر خيرك يا باشا. اللهم اكرمك. يا عم سبحة إيه؟ أوعى، مش هتنفعك هناك. هتنفعك أنت هنا يا باشا. عبد المعطي، مع السلامة. هات الظرف.